انا دلوقتي بقول تيوبولار رود. قلنا تيوبولار رود معناها ايه؟ قلنا الكيمياء اللي بيحصل لها مين يا جماعه؟ فلتريشن سايكل. كمية فلتريشن في الدقيقه الايه؟ في الدقيقه الواحده. الدقيقه الواحده الكيمياء اللي بيحصل لها فلتريشن. خلاص. ف التيوبولار رود بيساوي بلازما كونسنتريشن في جي اف ار. وليكن قلنا التيوبولار رود ده اللي هو ميلي جرام بير مينت. طيب ازاي بنجيبه يا جماعه؟ انا عايز احسب كميه الجلوكوز اللي بيحصل لها فلتريشن في الدقيقه الواحده. نقدر الكونسنتريشن سي ان الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز يا جماعه 100 مللي جرام كل 100 مللي بلاد. ايه رايكم؟ طب ما انا اخليها مين؟ واحد. خليها واحد على واحد، فاهم حاجه؟ خليها واحد على مين؟ على واحد. واحد يعني. ونضربها في مين؟ جي فار 125. 125 مللي بير مين؟ منت. بير منت. خلي بالكوا يا جماعه، بصوا مللي جرام بير مللي لتر. مللي لتر بير منت. فالملي المقام ده يروح مع مين؟ يجد مللي جرام على المنت. مع بعض. يبقى هيبقى مين؟ مللي جرام على المنت. مللي جرام بير مين؟ منت. بير منت. فهيطلع كام بقى البتاع ده؟ 125 ملي جرام. دي معناها يا جماعه، معناها ان في الدقيقه الواحده بيحصل فلتريشن ل 125 ملي جرام. يعني 125 ملي جرام بيترموا في الايه؟ في الفلتريت او في اليورين يعني. بس طبعا مش هتنزل في اليورين، يحصل لها ايه؟ ري ابزوربشن. كومبليت ري ابزوربشن. ابزوربشن بنتكلم عن الجلوكوز. طيب دي يا جماعه دي بنسميها التوبولار لود، او ساعات بنسميها الفلتريشن ريت اللي هو معدل الكيمياء اللي بتنزل في الدقيقه الواحده. في عندي حاجه اسمها اكسكريشن ريت. اكسكريشن ريت يعني معدل اخراج الماده في الايه؟ في اليورين. برضو انا عايز اجيب مين؟ اماونت. برضو الكيمياء اللي بتنزل في اليورين في الدقيقه الواحده. طالما قلت اماونت يبقى اضرب فوليوم في الكونسنتريشن. الكونسنتريشن في مين؟ الفوليوم. الفوليوم. الكونسنتريشن اقصد تركيز الماده فين؟ في اليورين. واضربها فين؟ بالفوليوم اوف يورين. بير مين؟ منت. بير منت. واضحه؟ طيب ماشي اوكي. في عندنا كلمه اسمها رينال ثريشولد. رينال ثريشولد ايه هو رينال ثريشولد يا جماعه؟ ده البلازما ليفل. البلازما ليفل اللي عنده الماده عنده او اعلى منه بقى، بس اللي عنده يبتدي يظهر الماده تظهر في اليورين. تظهر فين؟ دي اسمها مين؟ رينال ثريشولد. ايه هو رينال ثريشولد؟ اللي هو البلازما كونسنتريشن بتاع مين؟ الماده اللي لما بنوصل للليفل ده، البلازما ليفل دوت، تبتدي الماده دي تظهر في مين؟ في يعني مثلا لما اقول لك الرينال ثريشولد بتاع الجلوكوز ده من السؤال المشهور جدا حتى في البايوكيمستري اللي هو 180 او 200 مثلا. 200 ملي جرام. انا بقول لك رينال ثريشولد ده اللي هو البلازما كونسنتريشن اللي هو هيبقى اليونت ملي جرام بير ملي لتر. ملي جرام مين؟ بير ملي لتر. البلاد جلوكوز يا جماعه نورمالي اللي هو الفاستنج البلاد جلوكوز ليفل بيبقى حوالي 70 ل 110 حاجه زي كده. مظبوط. ملي جرام لكل مين؟ لكل ملي لتر. بالديسيليتر. ديسيليتر يعني 100 ملي. 100 ملي بلاد. الرينال ثريشولد الليفل اللي عنده بقى الجلوكوز هذا في الجسم. تاني اقول لكم الارقام. فاستنج بلاد جلوكوز ليفل قلنا 70 مثلا، هنقول ل 100 او 110 جرام بير ديسي لتر او بيرسنت بير 100 ملي لتر. طيب الرينال ثريشولد والجلوكوز اللي هو البلازما ليفل اللي عنده بتدي الجلوكوز حوالي سي مثلا عشان تبقى سهله في الحفظ 200 جرام بير ديسيليتر. طيب
طيب انا بقول لك دلوقتي الرقم الكلي بتاعنا مثلا حتى لو احنا واقفين يا جماعه مثلا ممكن يوصل مثلا 130 140 حاجه كده. هل الجلوكوز ينزل في اليورين؟ لا ما ينزلش في اليورين. ليه ما ينزلش في اليورين؟ ما وصلش ل 200. مارينا ذرس حاجه اسمها رينا ثرس اللي هي 200. امتى بقى يظهر في اليورين؟ لما يهدي بال 200، لما يوصل ل 200 او اعلى من 200. واضحه؟ واضحه. فعشان كده نورمالي ما فيش جلوكوز بينزل فين؟ لان البلد ليفل اقل منين؟ اقل من حاجه اسمها رينا المين؟ ترشر. طيب نيجي لموضوع برضو شائك جدا ونخلص بيه المحاضره النهارده، حاجه اسمها توبلر ترانسبورت ماكسيمم. توبلر ترانسبورت ماكسيمم يا جماعه هي اقصى كميه من اللغه العربيه، اقصى كميه من الماده يحصل لها ترانسبورت. الملي جرام هي صلاة ترانسبورت. ترانسبورت دي ايلر ري ابوربشن اور سيكريشن. واحد يقول مش فاهم، بص معايا مش الماده دي يا جماعه بعد ما يحصل لها مثلا فلتريشن هنا ممكن يحصل لها مين؟ ري ابوربشن، او ممكن يحصل لها مين؟ ممكن يحصل لها سيكريشن. اقصى كم افهم معايا مين اللي بيعمل الكلام ده؟ طبعا التوبلر سيل. التوبلر سيل فلما اقول توبلر ترانسبورت ماكسيمم اقول لك مثلا سي الماده دي بيحصل لها ابزوربشن، يبقى اقصى كميه ماكسيمم اماونت اوف سبستان كان بي ري ابزورب ان ملي جرام بالمين. ملي جرام بالمين ده اقصى كميه بيحصل لها ابزوربشن. طب الماده دي بيحصل لها سكريشن نفس كده اقصى، يبقى الماكسيمم اماونت صاب ذات كان بي سيكريتد ها الملي جرام بير مين بير مين دي اسمها مين؟ توبولار ترانسبورت ماكسيمم. يبقى في مواد بقى في مواد بيحصل لها ري ابزوربشن توصل للماكسيمم، وفي مواد بيحصل لها سيكريشن. احنا يا جماعه عشان ما نتوش معايا احفظ بس، انا مديك هنا ثلاث امثله او ثلاث امثله ثلاث اكزام. شوف اللي هو الاكزام الاولاني بس، يعني ايه الماده اللي بيحصل لها توبلر ترانسبورت ماكسيمم بالنسبه للري ابسوربشن؟ الجلوكوز. يبقى نحفظ الرقم الثاني بقى توبلر ترانسبورت اللي هو السبستنس اللي ليها سكريتوري تي ام. تي ام يعني توبلر ترانسبورت ماكسيمم اللي هي الباء اللي هي مين؟ الجلوكوز. يبقى هناخد بس رقمين كل مين؟ التوبلر يعني اقصى كميه من الجلوكوز يا جماعه يحصل لها ري ابزوربشن في الدقيقه الواحده 300. خلي بالك بقى ده الدي ام. الدي ام دي ام جي توبلر ترانسبورت ماكسيمم بتاع مين؟ بتاع الجلوكوز. ده بيبقى 375 ملي جرام بير مينت، بينما ده في الميل في البنات بيبقى 300 ملي جرام. طب واحد يسالني يقول لي طب وايه السبب؟ يعني دي في الرجاله الري ابزوربشن باور عاليه. النفرونز في الرجال تبقى اطول من النفرونز في الستات، عشان كده القوه الاستيعابيه بتاع الابزوربشن تبقى في الراجل تبقى ايه؟ اعلى. ماشي؟ طيب ما علينا من المعلومه دي. الثاني بقى اللي هو الدي ام ده لا 80 بقى، مش هوجع دماغي ونقعد نشرحها، لان دايما تركيزنا كله على الجلوكوز. بيبقى 80 ملي جرام بير مل. طيب تعالى بقى ايه نخلص المحاضره نشرح بقى اللي هو التوبلر ترانسبورت ماكسيمم بتاع الجلوكوز. في منحنى بقى، منحنى جميل، كيرف جميل جدا لازم نفهمه يا جماعه، لازم نفهمه. اللي هو المنحنى ده رقم صفحه رقم 19. احنا هنقف عند صفحه 20 ان شاء الله. بص معايا ايه بقى المنحنى ده اللي هو صفحه رقم 19؟ طبعا احنا قلت لكم احنا كدكاتره اي حاجه فيها منحنى فيها رياضيات بتاع فيزياء لعنه بالنسبه لنا، ما بحبش الحاجات دي. ولا عشان كده احنا دخلنا ايه؟ دخلنا عشان نهرب من ايه؟ من
فيزيكس رياضيات حاجة. هو المنحنى ده يا جماعة أنا عايز أعمل إيه عشان تفهم؟ ده خط رأسي خط أفقي عشان دي أنا بفهمك العملية جت إزاي ببساطة. خط يا جماعة اللي هو الأفق دوت اللي هو الهوريزونتال دوت ده اللي هو البلاك والكوز ليفل. البلاك والكوز ليفل يعني مستوى الجلوكوز فين؟ في البلاك. مستوى الجلوكوز فين؟ في البلاك. بدأ مثلا من صفر وبعد كده مثلا وصل 200 بعد كده طبعا 200 ملي جرام لكل مين؟ كل 100 ملي مش وهكذا. مش عارف 400 600 وهكذا. ده الخط الأفقي ده اللي هو مين؟ مستوى الجلوكوز في الدم. الواد جلوكوز او البلازما جلوكوز ليفل. طيب امال الخط اللي هو الراس دوت الفيرتيكال دوت الفيرتيكال لاين يا جماعه ده بيحدد الكميه فلتر او الكميه ري ابزورب او الكميه اكسكريتد كلها مين يا جماعه؟ خلي بالك بقى خلي بالك من اليونت ملي جرام بير مينت. يبقى هنا مين ده؟ ده مين ها؟ جيف اليونت اليونت صح صح معايا ملي جرام بير مينت بير مينت. هنا ملي جرام لكل مين؟ ملي لتر ملي لتر لكل 100 مين؟ ملي لتر 100 ملي لتر بلازما. واضحه؟ واضحه. ملي جرام بير ملي لتر ملي جرام بير مينت ملي جرام بير مينت وهنا انا بحسب مين؟ بحسب الكيمياء اللي بيصلها فلتريشن في الدقيقه الواحده. الكيمياء اللي بيصلها ري ابسوربشن في الدقيقه الواحده. انا هتكلم على ثلاث حاجات. الكيمياء اللي بيصلها اكسكريشن في الدقيقه الواحده ماشي. طيب اول حاجه خالص انا طبعا وانا بتلاقي حتى وانا بشرح عندكم الكلام هتلاقي بتكلم على ثلاث حاجات اللي هي الصفحه رقم 18 بتكلم على فلتر ديلوت جلوكوز الريابسوربشن والجلوكوز والاكسكريشن وهتلاقي برضو في الرسمه لو انت عندك شوف معايا هتلاقي هنا في خط ماشي على طول اللي هو التناسب الطردي اللي هو الفلتريشن وبعد كده في خط ثاني اهو بيعلى وبعد كده بيبقى ثابت اللي هو الريابسوربشن او الريابسوربد اماونت والاكسكريتد اماونت. تقوم تقول لي بقى وضح لي يا عم الرسم وضحها لي بقى بالراحه كده. انا عايز يا جماعه احسب الكميه اللي هي فلتر هي الكميه اللي مين فلتر فبلاقي انا طبعا برفع الجلوكوز في الدم برفع الجلوكوز في الدم على خطوات وعايز احسب ثلاث حاجات. اول حاجه بس نمشي واحده واحده اللي هي الكميه مين فلتر فقال لك اهو خلاص بيبقى كده يا سلام سهل قوي كميه مين الكميه مين فلتر ملي جرام بير مين من. طب ليه هي مشيت كده يعني مشيت على طول ستريت كده يعني معناها ان كل ما تزود يا جماعه البلازما ليفل بتاع الجلوكوز كل ما الكميه اللي فلتر هلاقيها عالي. طب هل ده منطقي؟ لا طبعا منطقي يعني الفوليوم في الكونسنتريشن اهو كميه الجلوكوز اللي هي التوبلر لود ده اللي هي بنسميها مين؟ فلتر. فلتر بضرب مين يا جماعه؟ كونسنتريشن في جيف ليه انا كل ما بزود الكونسنتريشن ليه الفلتريشن بيزيد؟ ما هو المعادله واضحه يا جماعه انا بضرب الكونسنتريشن في جيف الجيف ثابت ها معناه انا كنت عمال ازود في مين؟ طيب كل ما ازود في البلاد ليفل كل ما هيديني رقم مين؟ اعلى دي سهله بقى ما فيهاش حاجه. طيب كل ما يزيد البلاك كوتب كل ما بيزيد مين؟ الكيمياء اللي بيحصلها في التريشن. طيب انا عايز احسب بقى الكيمياء اللي حصلها في التريشن دي يا جماعه هل بقى توتالي حصل لها ري ابزوربشن ولا ايه الكيمياء دي؟ قال لك بص قال لك والله انا هتكلم على ثلاث اجزاء يعني اقسمها ثلاث اجزاء. والله لما يكون البلاك كوتب ليفل اقل من 200 قال لي مين؟ 200 200 ملي جرام بير سنت
أو ما بين 200 وبين حاجة اسمها 350 ملغرام أو أعلى من 350. فاهمين حاجة؟ هتكلم لما البلاك جلوكوز كان أقل من 200، 200 لمين؟ 150 ل 350 وأعلى من 350 وقت الراحة الراحة خالص. أقل من 200 يا جماعة، أقل من يعني البلاك جلوكوز عمال أربعة مثلا 50 100 150 بلا يا جماعة. أي في الحالة دي أي كمية ونعملها أرفع بالبلود ليفل، أي كمية فلتر كان بيصير لها توتال ري أبسوربشن. أنا كده هعمل بقى منحنى باللون مثلا الأزرق، الأزرق ده اللي هو مين؟ خلي بالك بقى، خلي بالك لما البلاك جلوكوز يا جماعه كان اقل من 200 ايه اللي يحصل؟ هل 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 في كميه؟ انا خلي بالك الازرق اللي منقط ده اللي هو مين؟ اللي هو كميه دي كان الري ابزوربشن كيرف ماشي مع مين؟ مع الفلتر. مع الفلتر معناها ايه؟ معناها ما فيش ولا ضرب كود تنزل في مين؟ يعني كل اللي بيصير في التشن بيحصل مين؟ ري ابزوربشن. بعد شويه بقى هيختلف، بعد شويه هيختلف مين اللي هيختلفوا؟ المعدل ابزوربشن يا جماعه هيبتدي يقل، معدل ابزوربشن هيبتدي مين؟ يقل. فلو لو زودت بقى البلازما جلوكوز ليفل الكميه اللي بيصرف في الكريشن كلها مش هيحصل لها مين؟ يعني في كميه ري ابزوربشن، يعني كميه اكبر هيحصل لها ابزوربشن، وكميه هتبتدي تنزل في مين؟ تنزل في اليورين. فنلاقي مين؟ المنحنى بقى اللي ايه؟ مايل بالطريقه دي. ده اللي هو مين بقى؟ ده ده ده, ده, ده الم... انا بكتب المحنى الازرق ده اللي هو مين؟ اللي هو ري ابزوربشن. لحد يا جماعه مع البلاك جلوكوز ليفل مثلا لو انا وصل 350 هو مين؟ خلي بالك لما اقول بلاك جلوكوز ليفل 350 ملي جرام برسنت ما اياك تتلخبط بين الارقام اللي هنا والارقام اللي هنا. الارقام اللي هنا لها يونت وهنا لها يونت ثانيه، مش عايز لخبطهم. هنا ملي جرام وكل ميت 100 ملي جرام بالمنت. المهم عند 350 لما نوصل يا جماعه 350 ملي جرام بيرسنت ده فين؟ بلاقي معدل الري ابزوربشن بيبقى بلاتو، بلاتو يعني ثابت. يعني مهما زود فيه بال بلاك جلوكوز ليفل معدل اللي هي الريت بتاع الابزوربشن كونستنت ثابت. ليه؟ قال لك لانه وصلنا لحاجه اسمها ساتوريشن، يعني كاريرز الكاريرز اللي كانت لنا يا جماعه الجلوكوز دي حصل لها مين؟ ساتوريشن، بقت مشبعه فما تقدرش تنقل اكتر من كده. وهتعمل حاجه بقى باسلوب تاني. المهم يبقى الخط اللي هو النقط ده اللي هو مين؟ اللي هو الري ابزوربشن. طيب عند كام يا جماعه؟ عند الليفل ده كام؟ اللي هو خلي بالك انا كده خلاص طالما يا جماعه بزود في البلاك جلوكوز ليفل وخلاص ما في زياده فين؟ في الريت اوف الابزوربشن، معناها ان انا وصلت للايه؟ تيوبولار ترانسبورت مين؟ ماكسيمم اللي هو اقصى كميه اقدر ماشي بعد يصير ابسط امتصات الدقيقه الواحد اللي هي هتساوي كام؟ 300 كام؟ 350 305 ومين؟ 70% جرام بير مينت ده اللي هو تي ام جي بلاد ترانسبورت ماكسيمم بتاع اللي هو لما يكون بلاد ليفل كام؟ 150 عند 350 بوصل للتبلر ترانسبورت ماكسيمم. اي زياده يا جماعه بعد كده ما خلاص مش هيحصل لها مين؟ تعالى بقى تعالى نشوف اللي بيحصل لها اكسكريشن الكميه اللي هي نزلت في مين؟ في اليورين. بيبتدي يا جماعه خلي بالك ما بين زيرو وما بين 200 يعني ما فيش سكريشن. ليه؟ لان كل اي جلوكوز كان بينزل كان بيصاروا مين؟ ري ابزوربشن. عند 200 بقى نبتدي نلاقي المنحنى بقى اللي هو باللون مثلا الاحمر، نبتدي نلاقي الجلوكوز بدا يصرف في مين؟ خلي بالك ال 200 دوت ال 200 ده اللي هو البلازما جلوكوز ليفل اللي عنده بدا الجلوكوز يصرف في مين؟ نسميه ايه بقى؟ برافو نسميها رينال ثريشولد فورمولا. طيب لما نوصل يا جماعه بصوا معايا كده
لما نوصل ل 350 بلاقي المنحنى بتاع الاكسكريشن بقى بارلل لمين؟ حتى الفلتريشن. ده اللي هو مين؟ اكسكريشن. ليه يا جماعه؟ ليه لما وصلت فمع ليه لما وصلت ل 350 اللي هو الجلوكوز ليفل ليه الاكسكريشن الاكسكريشن ريت معدل الاكسكريشن مش مع مين؟ معدل الفلتريشن. يعني الفلتريشن يزيد الاكسكريشن نفس النسبه. ليه؟ لان التوتال ترانسفورم ماكسيمم بقى مين؟ خلاص ده الله اظبط في الاسف. وبعدين يقول لي انا مش فاهم. افهمها لك عادي خالص. انت عشان تحسب الري ابزوربد اماونت بتطرح مين؟ الفلتر. ها شاطر قولي. ها الفلتر ماينس مين؟ يعني انت عايز انت في ماده بيحصل لها ري ابزوربشن وبيحصل لها اكسكريشن. عايز احسب الكيمياء ري ابزوربد نطرح الفلتريشن والاكسكريشن. هنا 100 وهنا مثلا 20 وهنا 80. ال 20 دي عرفتها ازاي؟ لما طرحنا الفلتريشن والاكسكريشن طرحنا اكيد 80 من مين؟ من 100. ما زيد ولا مش طرحنا 80 من كام؟ من 100. طلعت كام؟ غير كالكوليتر طلعت كام؟ 20. شاطر. يبقى علشان احسب الكيمياء ري ابزورب اطرح مين من مين؟ فلتر ماينس مين؟ بصوا يا جماعه انا كنت لما بزود اللي هي الكيمياء في البلاد كان الفلتريشن مين بيزيد وكان برضو الري ابزوربشن مين الري ابزوربشن بيزيد بس في عند فتره معينه كده لقيت مين الرقم ده رقم ثابت. رقم مين ثابت يعني ما عادش مين ده. عارف ان الرقم ده يبقى ثابت افرض ان ده زاد. ها كل ما زود الجلوكوز ليفل كل ما زود الفلتريشن. فخلاص طالما ده بقى ثابت وده زاد